مصطفى 23 سنة وعمره الحمد لله ولا سجارة ولا أي حاجة ومحبوب في الدنيا بحالي الحمد لله. مصطفى كان من الشباب اللي يعني 23 سنة سنة 23 سنة في القرية اللي كان ليه وجود، كان ظاهر بهدوءه بأدبه بأخلاقه وكذلك عمامه ووالده. اللي حصل ان هما كانوا في ايتاي وهما راجعين واخدين اتجاه من ايتاي لدمنهور اللي هو اتجاه اسكندريه يعني، اتفاجئوا بصوت عركه وحاجه زي كده شجار في توك توك يعني. نزلوا جري من التوك توك وهما بيجروا الثلاثه، في حد فيهم اتمسك، الاثنين التانيين طلعوا فوق على القضبان من فوق طلعوا يجروا، طبعا الناس كلها جريت وراهم بس مصطفى الاول كان هو اللي بيجري، ايه هو اللي كان وراهم على طول يعني. طبعا عدوا القضيب بتاع القطر كان جاي متجه من اسكندريه للقاهره، وطبعا بعد ما عدوا القضيب حصل شجار بينهم يعني، مصطفى شدهم مسك فيهم الاثنين عايز يمسكهم وكده، وعلى الاهالي ما يجوا يساعدوه يمسكوا معاهم برضه. فطبعا هو بيمسك فيهم خد بالك، راحوا القطر بقى جاي راحوا دافعين مصطفى تحت القطر وكده الله يرحمه يعني. هو انا جالي تليفون من المندوب اللي معاه الساعه 5:32 دقيقه بالظبط، اتصل بيا قال لي طبعا هو منهار بيكلمني في حادثه قطر ومصطفى بس كده. طبعا خدت العربيه وجريت رحت هناك، وصلت تقريبا في حوالي بتاع اقل من ربع ساعه مكان الحادث يعني، وطلعت فوق طبعا شفت مصطفى قال لي تعالى لابنك هي عامل حادثه، العربيه اللي هو بتاعت الشغل عامله حادثه وعند تيل بارود كده. ربنا يصبرك يا عماد يا اخوي وصبرك يا سناء، ربنا يصبرهم يا رب. انا لله وانا اليه راجعون، هي دي الكلمه اللي اول ما طلعت مني، انا لله وانا اليه راجعون، بس بعدها مش عارف عملت ايه. محتاجين ان اللي هو عمله دوت ما يروحش كده، حقه ما يروحش كده هدر يعني. احنا بنطالب ان حقه يجيله الكلام ده كله والقصاص، واحنا لا تنازل ان شاء الله عن الموضوع ده. مصطفى عمل بطولي، مصطفى مات عشان شهامه، مصطفى كان بيأدي رسالته كشاب محترم من ابناء مصر.